السلام عليكم، معكم أم أمال، عندها 9 شهور. جيت اليوم لجمعية المغرب إنقاذ. ديزا كان عندها سبينة بنفيدة، عندها الماء في الراس، ودرت لها لافال في راسها، وعندها دابا كتجي بليبسي. والمشكل دابا اللي عندي هو أن عندها ميكرو في النبولة، خاصها واحد السونداج ديرو في أقرب وقت، خاصها السونداج لأن دائما كطلع لها سخانة، الميكروب كيطلع لها السخانه وغاديت يعني غتزيد تاثر لها على الراس ديال لافال. ما خصهاش يطلع لها سخانه بزاف لان الميكروب ديال النبوله ديزا نعسات على الميكروب النبوله، ودابا خاصها واحد السونداج في اقرب وقت، خاصها معالجه طبيه.